السلام عليكم. شو بيدي زاد كالعادة معكم. رانا ولينا باش نتكلموا على التصريحات تاع المشرف على الفريق الوطني الجزائري، والتصريحات تاع المشرف على الاتحادية الجزائرية، كيفاش شنا التصريحات تاعهم، وهي استغباء الشعب الجزائري، رغم انهم هما تصريحات تاع الناس حمقى، ناس كما يقول حمقاء، ناس اللي ما لي 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 كما يقول لك ما عندهمش حتى منطق باش يتكلموا، ويخلصوا اغلى راتب في الجزائر، اغلى كما اكبر راتب في الجزائر. شكون اللي يديه؟ المشرف على الفريق الوطني الجزائري. هذه اللي مش باغيه تدخل رسالة. احنا قبل ما ندخلوا في الموضوع تاعنا، نوجه رساله لكويسي اللي قال لهم باللي مساروا داروا فين، ما ننساوش داروا فينا الخير، وعطاونا الشوامبر، وخلاو لكم الرغوه في الشوامبر، خلاو لكم الرغوه تاع الصابون في الشوامبر. حنايا فانيك نقول لكم ما ننساوش ابار هما برك، اللي عايلونا وعايلونا الشهداء تاعنا، كاع الدول تحترم الثوره تاعنا المباركه يا كويسي ويا قناه الهداف، قناه الهداف المصريه. ما قال لك المساروه اللي هما برك عايرونا الشهداء، وعايرونا ماتنا، وعايرونا والدينا يا كويسي. داروا فيك الخير في 81، عطاوك الشومبرا، وعطاوك الرغوه تاع الصابون، عطاوك الرغوه تاع الصابونات، خلاوها لك. على هذيك انتوما خرجتوا تبغوهم، خاطر على عطاوكم الشومبرا وعطاوكم الرغوه تاع الصابون، على هذيك خرجتوا تبغوهم، تموتوا عليهم، تعشقوا فيهم. اما لا، هما اللي عايلونا حنا، باقي ما ننساوش، وانتم داروا فيكم الخير، وحنا عايلونا في الدومينيف، غير هنا. انا ما نعقلش باللي داروا فيكم الخير، انا نعقل باللي عايلونا في الدومينيف، نعقل في 84 ضربونا، نعقل في 89 ضربونا، نعقل في الدومينيف ضربونا وعايلونا، وين وصلونا الرموز الجزائريه وهما الشهداء. ماشي مين يوري لكم العربي بن مهدي الله يرحمه في قناه الهداف، ولا سي مصطفى بن تلعبوها تبكم. وتبغوا المصاروة اللي عايلونا، على بالنا إلا أنت داروا فيك الخير يا كويسي. أنا شفتهم حرقوا لنا الإعلام تاع الجزائر، ياه؟ ماشي مين يوروا السي مصطفى بن بولعيد تلعبوها تبكو كنسا كستاتي في قناة، تلعبوها تبكو، ولا يوروا السي علي لابوينت، ولا يوروا امرأة من نساء من شرفاء الجزائر، أما لا نساء الجزائر تلعبوها تبكوا عليهم. لا تبكوش، خدت عليه، انتوما اللي خادعين، انتوما الولا اللي خدعتوا الجزائر، انتوما اللي حطمتوا هذا الجيل، هذا الجيل من أحسن جيل. مكاش عمر لافريك إلى كسب الجيل كما هذا. اما انا نقول لكم مصر شتا خاصها، مصر نقول لكم شتا خاصها، ماشي اونترينر ولا مصر، خاصها واحد كيما غلام، خاصها واحد كيما ماندي، خاصها واحد كيما بن طالب في الوسط، خاصها واحد كيما ابراهيمي، خاصها واحد كيما محرز، خاصها واحد كيما بولعي، خاصها واحد كيما زفان، وخاصها واحد كيما ادم الناس، خاصها هادو مصر شتا خاصها. مصر هاشتا كان خاصها اليوم في المقابله، على لاغوش غلام، على لادروات ماندي، على لا دروات قدام في لاطاك كيسموه فيغولي ابراهيمي اسلام سليماني ولا غيلاس، كانوا خاصه هادو في الوسط، بن طالب طايدر الحسن، هادو كان خاص مصطفى الصباح، هادو اللي كانوا خاصين، هادو اللي خاصين اليوم. باش نعطيكم يا وجه النساء، نتوما هما وجه النساء، وسمحوا لي الناس اللي قالوا يا ودي ما تعاينش، بصح الله غالب، اسمحوا لي انا، هذو اللي خلاونا. استغفر الله يا ربي. احنا اليوم نعاودوا نولوا الموضوع تاعنا، موضوع وهي التصريحات تاع المشرف على الفريق الوطني، وين فريق وطني اصبح حتى النساء خواتات المدرب، خواتات المشرف على الفريق الوطني، وين ولاو يتدخلوا وتقول لك انا قلت لخويا ما تسقاش تستيقين، خليهم تا يوخروا، انا وكلت ربي على الناس اللي عايلوه، انا وكلت ربي على الناس اللي وليت ندعي على الناس اللي عايلو خويا، وليت ندعي على الناس اللي ولاو يوصلوا في خويا. حنايا مين توكلي انت يا ربي على الصحافه، وتوكلي هذو الصحافه، هما اللي داروا خوف، والناس اللي وليت تتعايل بهم هما اللي داروا خوف، والشعب الجزائري على من يوكل ربي؟
الشعب الجزائري على من يوكل ربي. اي انت يا وكلتي الناس هذو دعيتي على الناس هذو اللي راه خلوخو. بصح الشعب الجزائري المحب للدرابو الصح اللي يبغي الدرابو تاع الجزائر على من يدعي؟ على من يدعي؟ ندعو على المشرف، على اللي هرد الفريق الوطني. دراو كلت ولاو العائله، كل واحد خاطر واحد خاطر راهو يخرج لنا فانيك العائله تاع زاتشي وحده خت الرئيس الاتحاديه المشرف على الاتحاديه الجزائريه تقول لك ما تعايروش خويا وخويا منا. ودراوك المشرف على الفريق الوطني المدرب هذا ختو هضرت. دراوك راه عائله، راه عائلات، كل عائله تهدر من الفريق دوك تجي العائله تاعو تهدر، ايغيل دوك تجي العائله تاعو تهدر، رئيس اتحاديه دوك العائله تاعو تهدر. في الحمام غادي يولوا صحفيات يروحوا للحمام يتكلموا مع العائله تاع اللي هذول مقاضبين الفريق الوطني اللي مقاضبين الرياضه في الجزائر. انا نوجه رساله للسيد الوزير حطاب احتراماتي لك وكلش، اما انا بنقول لك كلمه يا سيد الحطاب، ما تبقاش دينا في تصريحات راني كاره من الجزائر ما كاش في الروس راني كاره. نقول لك وين تقلع الكراهيه؟ الكراهيه قلع هذا رئيس اتحاديه وقلع الناس لهم في الفريق لهم قابل الرياضه في الجزائر. لا بي تقلع الناس بي تفرح، لازم تروح تقلع هاد الناس، امحي قاع الناس وجيب ناس اللي يخدموا الناس، خاطر له الوقت راه يروح ماجر راه ياكل لنا في الوقت ماجر راه ياكل في هذا الجيل ماجر. لازم يوخر من ذروك ومش يجيبوا لنا سعدانة برحمة الوالدين. إلا طردوا ماجر وتخلوا زاتشي خلوا ماجر معه، ساعدوني والله العظيم أنا إلا مكاش أن رئيس اتحاد يمشي نجم يهدر مع مدرب يقول له وخر. أنا نقول لكم اللي يحكم في الاتحادية الجزائرية هو ماجر، اللي يتحكم في الاتحادية الجزائرية هو ماجر، وهذا مشروع تاع ماجر اللي راه دايره. الا زاتشي دميه متحركه والناس اللي ما زاتشي كاع دميه متحركه. نعرفوا ماجد هو الرسمي تاع الاتحاديه الجزائريه، انا راني نقول لكم منظروا هو الرسمي، هو الرسمي. اما لا مكاش اللي طيق يهدرها، وحنا ما خاصناش غدوه ان شاء الله من يخرج ماجد ويتغير كلش ويجوا ناس نزهاء يخرجوا علينا صحافه ويقول لك ماجد كان رئيس اتحاديه بصح ما كانش مبين وماجد هو وماجد. ما خاصناش، خاصة انا لا بيت هدر هدر ضروك ما دامني في الزبل، هدر ضروك ما دامني في الزبل. انا الى مي تهدر قال لك ربي ذكره في مي تكون مريح. اما لا نتوما هدروا ما دام دعوه ضروك يبان الراجل، ضروك يبان الراجل. ما خاصناش احنا مي تكون رفاهيه تولي تبد على فلان، لا تبد المليح وتبد الدوني، تجبد المليح وتجبد الدوني، مش قاو تكذبوا علينا. دونك رئيس اتحاديه ما عطاكش يوخر مات، قال لهم ارسلت له واحد بغيت نشوفه الا يوخر ولا ما يوخرش، ما يوخرلكش. ماجر حنايا مش انا نقول لك اصنع فريق يا ماجر يا وروح، يا ما خاصناش تصنع لنا فريق، يا فريق كاين يا وانت مكاش، فريق كاين انت مكاش، انت كيفاش تصنع فريق؟ فريق هذا اللي كنت تنتقد فيه غير هو، اي خدم وقلع به، مش كنت تقول بلي عندي الحلول نربح؟ انت هنا مش راك تربح في لافري، ما غاديش تربح. ماجر اللعابه ما غاديش يمشوا لك. ماجر انت راك 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 مدخل يدك في غار تاع بغل، راك مدخل راسك ويدك راك داخل في غار تاع بغل. انت ما كان والو ماجر، انت يا انت انسان راك تاكل في الوقت من اجل الشهريه وفقط، بيتوصلها 2019 بيتو تدي دراهماتك وتروح. ماجر ادي دراهماتك ووخر، عندك مصالح عندك. انا راني دوموند دي راني نرقد بها ونوض بها. هذا ماجر هو اللي ماجر انت خلنا نقولها لك صح والله لو قلتها لك ماجر ايه بنقول لك والله العظيم. انت شريت انت مع اللي فاندو اللي فجروا ثوره مع بيطاط مع بنبله مع 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 بوزياف مع كريم بالقاسم مع سي مصطفى بنبو، انت هادو معاهم يقولنا بالك مع لبنان سبحان الله قولنا نسكتوا. انت اللي شريت السلاح للجهه تاع 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 الشرق في الثوره، ها قلنا ود عمي ها دوك حنا مش عارفين دوك ما كاش لا باغي يهدر فيك. الوزير قالوا له الاتحاديه والمدرب قال لهم لا انا تاع كره انا كاع تاع الرياضات ما عطاكش يهدر. الهادي ود عليه كان يدقدق كان ينتقد في الحاج محمد راو وينتقد في المدرب اللي جاب الحاج معاه، واليوم وازم شطا يهدر.
الناس مشيت قاعد تهدر، رئيس الاتحاد مش قاعد يهدر، قاعدين يكذبوا تكذبوا على الشعب، تقول لهم بلي حاليلو جبنا بين نجيبوهم 200 قلنا زوج ملايير، كذب في كذب. ما اتصلتوا بحاليلو، ما اتصلتوا بجوكيف، ما اتصلتوا ب كسموه بتاعنا بالماضي. انتوما اتصلتوا بسعدان قلتوا له وجد روحك الى ماجر بخر، انت راك مدرب، هذه هي راكم 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 مقيدين المدرب. شكون راكم؟ مجدين سعدان، راكم مجدين سعدان، ما تكذبوش علينا، ما تكذبوش عليكم مجدين سعدان الى وخر ماجرة. وانا اقول لكم وقلتها لكم راني في سيمانه قلت لكم، قلت لكم بالك 70% ماجر غادي يقعد، قلت لكم 70% ماجر غادي يقعد، هما لا طيب الحفظ والسلامه. وحنا نقولوا للخت المشرف على كره القدم، الى انت وكلتي ربي ودعيتي على الناس اللي ينتقدوا خوك، احنا الشعب الجزائري رانا موكلين عليكم ربي، انتوما كاع كاع انتوما اللي درتوا ماجر كي الصحافه كي انتيا كي كاع، رانا موكلين عليكم ربي، مبليتونا بهذا الانسان. هذه هي، وتحيه الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، وربي يحفظكم وصحيتكم.